قدم اليوم المجلس الوطني لتجار مشتقات النفط بيانا على لسان أمينه العام إبراهيم محمد هارون حول الإجراءات التي أدت لارتفاع أسعار الوقود والصعوبات التي تواجه التجار. عندنا أشياء ثلاثة. الأول صد 13 استاسيون يوم 13/2/2017 قالوا سدنا استاسيون دا أسباب غاي تشوكم دينا نبرشوت نطل منهم يفكوا استاسيون السدوم دا استاسيون دا مفيد للوطنين. أي ما استاسيون عند أكثر من 10 وكم أمال ويربي قريب 100 تنفار. نقطة تانية عجينا بموضوع على الكوسيون قالوا كوسيون في جهة ثلاثة جهة الوايد أي ما ماركتير يشيل الكوسيون أي ما ترانسبورتير يشيل الكوسيون. نقطة ثالث داكلو اسمه فريد زيتيت فريد زيتيت لا تبقى ماركتير ولا تفك لا تبقى سيلاليستاسيون ولا تبقى عندك وتير تسير ترانسبور تصبح فريد تيب. أسباب ده أن قدرة آخر ما عندنا قدرة حقنا إلا البلاغ نبلغ كل السلطات الأولية لا يلقوا لنا حل المهم.